تنضم إلي من بيروت مراسلة الغد كلودي أبي حنا. كلودي، من هي الكتل النيابية التي تعارض اليوم قانون العفو العام؟ لكل كتلة ملاحظاتها في هذا الإطار، ولذلك لا يوجد توافق حول هذا القانون إلا إذا نجحت الكتلة اللجنة الفرعية التي تم تشكيلها قبل ظهر اليوم في التوصل إلى تقريب وجهات النظر بين هذه الكتل. وهذه اللجنة الفرعية لا تزال مجتمعة حتى الساعة، وذلك قبيل معاودة اجتماع الهيئة العامة لمجلس النواب بعد حوالي نصف ساعة من الآن. الاعتراض الأساسي عبر عنه التيار الوطني الحر من خلال كتلة لبنان القوي، إلى درجة أن التكتل لم يحضر الجلسة الصباحية للبرلمان لهذه الجلسة التشريعية إلا عندما أرجأ الرئيس بري البحث في مشروع قانون العفو، وذلك يعني حدا بعدد من أعضاء هذا التكتل إلى الحضور. يعترض على العفو عن الإسلاميين الذين يصنفون كإرهابيين، وتقول أوساط التيار الوطني الحر إنه من غير الممكن الإفراج عن هؤلاء في وقت خاض الجيش اللبناني هذا الشهر تحديدا مواجهات ضد إحدى الخلايا النائمة لهؤلاء الإرهابيين، وكان قائد هذه الخلية من أحد سجناء سجن رومي. هذا الأمر يدفع بالتيار الوطني الحر إلى التشدد، كما أن لديه ملاحظات على آلية الإفراج عن عدد كبير جدا من تجار المخدرات. بالنسبة إلى تيار المستقبل، هو يريد هذا العفو ولكنه يعترض أيضا على الآلية، ويريد بالطبع الإفراج عن عدد كبير من الإسلاميين الذين يقول تيار المستقبل إنهم ظلموا بإلصاق تهمة الإرهاب بهم، وأنه يجب تخفيض مدة العقوبة لعدد كبير منهم. هذا الأمر كما ذكرت يثير اعتراضات مقابلة. نرى أن من يؤيد بشكل عام هذا القانون الثنائي الشيعي، حزب الله وحركة أمل، الحزب التقدمي الاشتراكي من خلال كتلة اللقاء الديمقراطي، وعدد آخر أيضا من النواب الذين يريدون أن يتم إقرار قانون العفو من أجل تخفيف الاكتظاظ الكبير في السجون اللبنانية التي بدأ وباء كورونا يتفشى فيها في شكل سريع، ولاسيما في سجن رومية المركزي وسجن زحلة في البقاع، حيث بلغت الإصابات المئات. وهذا الأمر ليس فقط بين السجناء إنما بين عناصر القوة الأمنية، وهذا الأمر يهدد بأن يتفشى كورونا في كامل السجون اللبنانية المكتظة، ويؤدي إلى الخوف من كارثة. ولكن هناك صعوبة بالتوصل إلى تقريب كبير لوجهات النظر بين الكتل النيابية. سوف ننتظر نتائج اجتماع اللجنة، إذا لم يتم التوصل إلى نهاية ما الآن، فالملف سيبقى مفتوحا للتوصل إلى حل قريب إذا أمكن ذلك. كلوديا بحنا مراسلة الغد من بيروت، شكرا جزيلا لك.